تحية طيبة وصباح السعادة مرة تانية لكل الناس اللي انضمت لي متابعتنا. لسه مستمرين معكم في حلقتنا لليوم من برنامج صباحات سودانية. اليوم بصادف 2 إبريل هو اليوم العالمي للتوحد. هيكون معانا دكتور عزة نوراني للتثقيف أكثر حول التوحد. صباحك نور. أهلين وعليكم السلام. صباحك نور وصباح جميل مع صباحات سودانية. كعادتكم مواضيعكم دائما جميلة ومنورانا. راح تسلم. تسلم يا رب. الله يخليك. بداية دكتور عزة عايزاك تتكلمي أكثر عن مرض التوحد، التعريف عنه، وإذا كان هو مرض عضوي أو نفسي. طيب أول حاجة، مرض التوحد الناس دائما هو بيجي كثير، يعني الناس دائما بيجي تتكلم عن التوحد. فهو مرض بيبدأ عند الأطفال، هو مرض أساسا هو جيني، فهو نعم. بيبدأ من تكوين الجنين يعني. فلما بيبدأ يظهر في الطفولة اللي هي فترة قبل 3 سنوات. هو مرض نقدر نقول عليه جيني نفسي عصبي، هو يعني خليط من أشياء. ليه؟ لأنه هو من أسباب هو أصلا جيني، يعني في جينات لازم تكون موجودة. بيدخل عليها عوامل بيئية، يعني الجينات براها ممكن الإنسان ما يحصل له توحد، لكن لازم تتحد مع عوامل بيئية عشان في النهاية يظهر المرض. طيب خلينا نعرف إنه إحنا عشان نقدر نكتشف مرض التوحد ده نفسه، كيف الأهالي قادرين مثلا يكتشفوا المرض، أو إذا كان في أعراض حتى هي واضحة للجميع إنه يقدر يعرفها ويشخص الحالة بتاعت إنه ده الطفل المصاب بمرض التوحد؟ أوكي. مرض التوحد فيه ثلاثة أعراض أساسية لازم تكون موجودة فيه. مشكلته الأساسية في التواصل الاجتماعي، في التواصل والتفاعل مع الناس اللي حوالينه ومع البيئة اللي حوالينه، دي أهم حاجة فيه. بالإضافة لأنهم بيكون دائما عندهم أنماط بتاعت سلوك وحركات متكررة، بيكررها بصورة يعني حاجة بصورة ما طبيعية، يعني ما بتاعت الطفل الطبيعي. لما نقول إنه في مشكلة في التواصل الاجتماعي بنقصد بالتواصل اللفظي والغير لفظي، يعني طفل التوحد عنده مشكلة في الكلام، ممكن يتأخر في الكلام، ولما يتكلم بيكون اللغة يعني تكاد تكون عنده لغة خاصة به، يعني ممكن يعني يطلق أصوات أو يعني أجزاء من كلمات بيكون بفهم معين عنده هو. نعم. ممكن أمه وأبوه يفهموا، لكن بالنسبة للتانيين بيكونوا ما مفهومة. لما نقول برضو التواصل الغير لفظي، لأنه أي طفل طبيعي هسه لما مثلا تهزر معاه أو كده من إيماءات وشك ممكن يفهم إنه ده هزار، لو أنت صريت وشك بيفهم إنك أنت زعلان منه. طفل التوحد ما عنده كده، يعني ما بيفهم الإيماءات، ما بيفهم إن حتى في اللغة الأساسية بس، يعني القواعد واللغة الغير مباشرة ما بيفهمها. نعم. الحاجات المباشرة بس، فعشان كده بيكون تواصله مع المجتمع شوية ضعيف. الأم برضو بتلاحظ إنه أطفال التوحد دائما هم بيميلوا إلى الأشياء أكثر من الأشخاص، يعني إذا في أوضة كبيرة فيها ألعاب كثيرة وفيها أطفال بيلعبوا كده، أي طفل طبيعي. نعم. الطفل يعني بفطرته هو بيحب اللعب الجماعي بصورة عامة. طفل التوحد بيفضل الألعاب، بيمشي يمسك طوال اللعبة ويلعب بها، يخلي الأطفال. نعم. زي ما قلنا الكلام دي حاجة من الحاجات الملاحظة دائما بيلاحظوها الأهل. غير كده دائما زي ما قلنا الحاجات المتكررة دي اللي هي حركات ما مفهومة للناس، ممكن يكون عند الطفل عنده دلالات لكن عند الناس بيكون مسخوط، يعني ممكن يكون بيعاين لدينه بصورة متكررة بصورة يعني غريبة. الحركة الزايدة برضو داخلة معهم؟ أيوة. ولا ما عندهم؟ الحركة إما حركة زايدة أو حركة قليلة. أطفال التوحد بيحبوا الروتين بصورة ما طبيعية، يعني عايز أوضته دي ياها أوضته، كرسي وياها كرسي، ويشرب اللبن بكوباية معينة، أي تغيير في نمط حياته بيحسسه بعدم الأمان. نعم. لأنه هو يعني بالنسبة له والعالم ده ما قادر يتداخل فيه وما قادر يتواصل، فبيكون دائما حاسس بخوف لأنه هو حاجة مجهولة بالنسبة له، فلما نغير له الواقع اللي حوالينه بنوتره زيادة. الحاجة دي التغيير ده مرات كثيرة بيؤدي لظهور نوبات هياج، يعني الطفل التوحد دائما ممكن الإعلان قاعد يعكس الحاجة دي كثير، بيضرب راسه في الحيطة مثلا أو تلقاه يضرب نفسه بحاجة بصورة عنيفة، يعني أعنف من عند الأطفال الطبيعيين. نعم. عندهم طبعا لأنه التعلم دائما بيكون تعلم عايز تواصل مع البيئة الخارجية عشان يسوي يتعلم، فبالتالي بما إنهم عندهم مشكلة في التواصل عندهم مشكلة في التعلم، ما بيتعلم، يعني أي طفل
ما إلا تقعدوا وتدرسوا، أو حتى ما بالصورة الطبيعية، يمكن مايل على أصوات أكثر، أيوة. الصور أكثر كده المعلومة يمكن تكون بتوصلوا أكثر. أيوة. يعني غير كده الطفل الطبيعي طبعا أكيد في نسبة بتاع التعلم مباشر، لكن في نسبة أكبر بتاع التعلم بنقول على سلبي، يعني ما بتقعدوا وتدرسوا، بيتعلمها براو، يعني من مراقبته للحاجات اللي حوالينه، من مراقبته لطريقة كلام الناس، لعمل الحاجات، ممكن يكتسب هو مهارات. طفل التوحد ما عنده الحاجة دي، يعني ما بيكتسب مهارات من الخارج حتى من الداخل، لأنه طبعا مقفول على عالمه، فبيكون عندهم مشكلة دائما تأخر في شوية في 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 المدارس وكذا، بيكون عندهم مشكلة في التحصيل. جميل. طيب دكتور الأم والأبو في الحالة دي عشان هم يقدروا يتعامل مع الطفل التوحد، يقدروا يدوه احتياجات اللي هي خاصة به، يعني أنت هسه من خلال حديثك ذكرتي إنه لا هو بيحتاج إنه رعاية خاصة، بيحتاج إنه بيئته تكون مهيئة بطريقة. طيب الأم والأبو دورهم شنو في الحالة؟ طيب دورهم أول حاجة إنهم الدور الأول إنهم يوعوا بالحاجة دي، يعني أول حاجة إنه معرفة المشكلة هي أول خطوة في حل المشكلة، فيحترفوا دائما الناس يعني بتنكر الحاجة دي. نعم. طبعا أكيد بعاطفة الأم والأب. فبعد التشخيص ما يتأخروا في إنهم يتشخص، وبعد كده إنه يمشي لمركز مختص عشان هم ذاتهم بيعلموهم إنهم كيف يتعاملوا معه. ليه؟ لأنه أنا في الأول بتكون عندي مشكلة توحد بس، لكن لما يجي عليها إنه أنا ما عارفة أتعامل معه، وممكن يكون في عنف من الناس اللي حوالين، وممكن يكون في حاجات تعقد لي المشكلة أكثر، فلما أحل المشكلة من الأول بيكون أحسن. نعم. بالنسبة للتعامل البسيط يعني في البيت، يعني أتكلم عن بعد ما هو خلاص تشخص طفل التوحد، لأنه أساساً في تشوش، فدايماً يكون الكلام معه، تحاول الأم تتكلم معه بلغة بسيطة بطيئة، تحاول تقلل أي مؤثرات خارجية، يعني لو في زي في تلفزيون في رادي تقفله، الكلام يكون بأقل كلمات توصل المعنى، يعني ما تقول له نحن الليلة المفروض نشرب مثلا، نعم المفروض الليلة مثلا نصلي، لا، لكن يكون أمر مباشر، قوم يا أحمد صلي، قوم يا أحمد دخل ألعابك في دولابك كده، يعني أمر مباشر وكده. طفل التوحد دائما عنده مشكلة في إنه يعني بنعدل له السلوك، أحسن طريقة لتعديل السلوك معه هي الطريقة التحفيزية، إنه هو يعمل حاجة نعدل السلوك، وبتعديل السلوك نحفزه ويفهم، نوصل له تماما إنه هو يتحفز لأنه عملها جزء من السلوك. نعم. طيب عايزين نعرف إنه الأشكال وحتى أنواع التوحد إذا هي كانت موجودة، هل هو نوع واحد ولا في عدة أنواع مختلفة؟ هو طبعا زمان كانوا بيقولوا التوحد، هسه بيقولوا طيف التوحد، ليه؟ لأنه لاحظوا إنه في طيف بتاع اضطرابات دخلوها مع التوحد. نعم. كلها بتتفق في إنه في مشكلة في التواصل الاجتماعي. فحتى التوحد حاجة من حاجاته بيقول إنه بتكون مشكلة في اللغة، ما بيتكلموا. في نوع من التوحد اللي هو الأسبرجر سيندروم، ده هو زي ما بيقولوا توحد خفيف شوية، فبيكون اللغة ما فيها مشكلة. نعم. يعني بيقدر الطفل يتكلم، لكن ستيل بيكون في مشكلة في التواصل الاجتماعي. في حاجات يعني في أي اضطرابات في التواصل الاجتماعي، في سيندروم اسمه سيندروم ريت برضو بيدخل، في حاجات يعني كثير يمكن علمية شوية أكثر من النعمة. نعم. لكن هم الحاجة الأساسية اللي هو التوحد والأسبرجر، هم أكثر يعني أكثر يمكن اضطرابات ممكن تأثر. طيب عايزين نعرف بس آخر حاجة، ممكن تكون طرق وخطوات العلاج لمرض التوحد، حتى إذا كان في ممكن تكون رسائل ورشائد ونصائح للأهالي على أساس إنه كيف يتعاملوا مع مريض التوحد. طيب العلاج علاج سلوكي، أكثر حاجة علاج سلوكي، فبنحتاج دائما زي ما قلت إنهم يمشي لمركز ويتعلم بصورة، يعني ما يعني السودانيين ما طيبين وبسيطين، بيعتبروا إنه أي حاجة بالنية الطيبة. نعم. الأم إنها هي تتقبل وخلاص كده الموضوع هيمشي. نعم. لا، هو محتاج يعني بروفيشنال أو يعني مساعدة مهنية، لازم يمشي لناس مختصين يساعدوه. غير الحاجة دي أنا بس عايزة أشير لحاجة، يمكن أستغل المنبر حقي وأقوم أشير لحاجة تفضل. الناس شوية ما عارفة بيها. في العلاج بالضغط بالسجين بالضغط العالي، اللي هو ده علاج ما متوفر كثير او ما يعني جديد نقدر نقول، اللي هو انه بالعلاج بيكون بانه يتعرض الانسان لاكسجين بضغط عالي جدا جدا، تقريبا يقارب الضغط بتاع الطياره. نعم. ففكره الاكسجين بضغط عالي انها هي بتفتح، يعني بالضغط العالي بتدخل الاكسجين بمعدل اعلى من المعدل العادي اللي بنتنفسه، فللانسجه للاورده لكل حتى للاورده بتاعت المخ لكده. نعم.
فانا الكلام ده حقيقه، لانه انا نفسي ما كنت عارفه عنه حاجه كثيره، لكن قعدت مع طبيبه من هنا بديه يعني برسالات حياه اسمها دكتوره رانيا، كانت شغاله في المركز ده، فاتفاجأت انها هي بتقول لي انه في حالات كثيره بتاع التوحد بتتحسن شديد بالعلاج ده. فمن هنا انا بقول للاسر العلاج ده في السودان فيه ما كثير، لكن انا افتكر انه طالما حاجه دكتوره رانيا، ولا لو يمكن فيصل حابب انه يوصل ويمارس كمان العلاج بالضغط، في مركز هو تقريبا في مركز هو مركز بالعلاج الاكسجين بالضغط العالي، بس هو وين بالضبط ما عندي فيه يعني مشكله. نعم ما في مشكله. فحتى لو يعني انا افتكر انه حتى هو موجود هنا موجود عالميا يعني، لكن حاجه بما انها بتفرق كثير في حياه الطفل افتكر انها يعني مؤثره، ممكن الناس تسعى عليها. نعم. ممكن تكون بريق امل يعني للناس اللي عندهم اطفال عندهم مشكله توحد. ان شاء الله، شكرا لك جدا وجودك معي دكتور عزم، ان شاء الله كل الناس تكون قدرت تعرف اكثر عن مرض التوحد، وحتى كيف انه الناس تقدر تتعامل معاها اذا في ناس مصابه بالمرض ده. شكرا لك جدا. شكرا لكم جدا. الله يخليك. تسلم. احنا لسه مستمرين معاكم، لكن هنسمع نموذج موسيقي اول وراجع لكم.